الشباب حبوا يلعبوا كرة قدم بهاي الفترة تحديا للمجرم اللي أطالوا إجرامه، المجرم اللي أطالوا إيدهم بسبب قصف المجرم الروسي اللي أدى لهاي الحالات، وهني راح يتحدوا وراح يتحدوا كل العالم بممارساتهم لجميع الرياضات مو بس لكرة قدم. هذا الفريق صرنا معه قرابة السنة، شكلنا من انطلقنا فيه من مركز المعالج الفيزيائي بمشفى الزراعة من نادي أمية. كانت الفكرة هي خلال أحد المبتورين زار المركز فطرحت عليه الفكرة، فكان متقبل، كان متقبل إلى رافضين لهذه القصة. طرحت الفكرة على تقريبا أكثر من 40 مبتور. بداية الأمر انطلقنا بسبعة لاعبين، بعدين شافوا الشباب المبادرة صاروا تدفقوا أكثر، وصلنا لعدد 22 مبتور. استشهد عنا شاب عند الساعة بسبب عبوة ناسفة، بطلوا على أسرى اثنين كانوا أصدقاء كثير. وصلنا لعدد 19 وهلأ الحمد لله رب العالمين مستمرين في التمرينات. الشيء الإيجابي هو حس حاله أنه هو ما ناقصه شيء، هو فرد من أفراد المجتمع. عمار طفل بريء جدا، طفل عنده إرادة كثير كبيرة. عمار تعرض للإصابة أثناء لعبه لكرة القدم في إحدى المدارس، ولهلا متعلق في الطابة، لهلا متعلق في كرة القدم. طرحت عليه الفكرة وكان جدا جدا متقبل وما بيقطع تمرين، مع إنه هو من خارج مدينة إدلب، بجيبه أخوه على الميتور وبياخذه على الميتور. يعني في عناء بالمجيء على التمارين وفي عناء في هيك شغلات، بس الحمد لله رب العالمين هو يعني أنا منه ومن شخص ثاني، هو أصغر لاعب عندي بالفريق وشخص ثاني عندي أكبر لاعب بالفريق، منهم اثنيناتهم بتعلم كثير دروس. المكسب اللي أنا ألعب المكسب اللي عم بحاول إنه أكسبه هو صراحة هو مكسب نفسي فقط. يعني أنا بجي لهون كثير برتاح مع هدول الشباب، كثير بنبسط بتمرينهم، تمرينهم رياضة أخرى.